السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الفيديو بتاع النهاردة جمعنا لكم فيه كل الزيادات السعرية اللي حصلت في سوق السيارات خلال الأسبوع اللي فات ده. كل البراندات يعتبر زادت، هيونداي، تويوتا، سكودا، ام جي، ستروين، بيجو، جيتور، هافال، كل البراندات في مصر زادت. لذلك عملنا لكم الفيديو ده عشان نقول لكم كل الاسعار الزياده كانت في عربيات ايه، ونقول لكم هل العربيات دي بعد الزياده قيمه مقابل سعر ولا ايه اللي خرج بالترشيحات، وايه اللي نقدر لحد دلوقتي نشتريه وسعره لسه مناسب. كل ده ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده جمعناه لكم، يا رب ان شاء الله يعجبكم. معلش بعد اذنك تكمل الفيديو للاخر عشان في كلام كتير مهم، وما تنساش تعمل لايك وكومنت تصلي فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الاقل تقدر لكل اللي بنتعبه علشانك، وتسيب لنا بس كومنت تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تقول حتى كلمه شكرا. يلا بقى مش عايز اطول عليك، يلا بسرعه نبدا الفيديو. خلينا نبدا على طول باول شركه صينيه وهي العربيات الاكثر مبيعا في مصر الفتره اللي فاتت، ام جي. ام جي رفعت الاسعار عشان ام جي 6 اعلى فئه وصلت ل 440,000، زد اس اعلى فئه وصلت ل 385,000 جنيه، ار اكس 5 اعلى فئه 495,000. ام جي 5 بقى هي العربيه الاقتصاديه الاكثر مبيعا في عربيات ام جي، فئه الاولى 305,000، فئه ثانيه 325,000، فئه ثالثه 345,000، واخيرا ام جي اتش اس الفئه الاولى ب 530,000 واعلى فئه ب 540,000 جنيه. اما الكيا قررت هي كمان ترفع الاسعار عشان الجراند سيراتو الاكس عامله 420,000، والتوب لاين اعلى حاجه عامله 520,000 جنيه. اما السبورتاج قررت هي كمان ترفع الاسعار بالشكل القديم، وتكون الفال الاكس عامله 534,900، الاكس اف او بلس 589,900، اما التوب لاين بلس عامله 684,900. اما الكيا اكسيد قررت هي كمان ترفع الاسعار عشان الهاي لاين عامله 469,900، والتوب لاين ب 509,900 يعني 510,000 جنيه. اما بيجو كمان 5008 اعلى فئه وصلت ل 800,000 جنيه، 2008 اعلى فئه وصلت ل 510، بيجو 301 العربيه الاقتصاديه اعلى فئه بقت ب 315,000، اما بيجو 508 اعلى فئه وصلت ل 800,000 جنيه، اما بيجو 3008 اعلى فئه وصلت ل 740,000 جنيه. اما رينو كمان رفعت الاسعار عشان لوجان الفئه الاولى المانوال تبقى ب 195,000، فئه اولى اوتوماتيك 270، فئه ثانيه اوتوماتيك 280,000 جنيه. السانديرو قررت ترفع هي كمان بقت ب 289,000، ستيب واي ب 300,000 جنيه. اما الميجان فئه اولى 384، فئه ثانيه 424، اعلى فئه 524,000. اما رينو كاجار الفئه الاولى عامله 453,000، فئه ثانيه 520، فئه ثالثه 530، واخر حاجه رينو داستر الفئه الاولى 345 واعلى فئه 395,000 جنيه. اما البي واي دي هي العربيه الاكثر اقتصاديه واكثر مبيعا لشغل اوبر وكريم. الاف 3 المانوال ب 229,500 والاوتوماتيك ب 259,500. اما ال 3 الفئه الاولى اوتوماتيك ب 269,500 والفئه الثانيه ب 279,500. اما اسعار سوزوكي التو ب 150,900، ارتيجا 330,000، السويفت 250,000 و260,000، اسبريسو 177,000، السياز 310,000، البنينو 310,000، الفيتارا الفئه الاولى 435، فئه ثانيه 445، واخيرا السويفت ديزاير الفئه الاولى المانوال ب 215,000، والفئه الثانيه التوب لاين ب 255,000 جنيه. نيسان هي كمان رفعت الاسعار عشان صاني الفئه الاولى مانوال ب 238,400، الفئه الاولى اوتوماتيك 259,500، الفئه العاليه السوبر صالون وصلت ل 284,000 جنيه. اما السنترا فيس ليفت الفئه الاولى 389,400 والفئه الثانيه 393,400. نيسان جوك الفئه الاولى 414، 444، 454، قشقاي الفئه الاولى 499 يعني نص مليون جنيه، الفئه العاليه 574,000 جنيه. اما اسعار هافال هي كمان وصلت، هي كمان عشان تكمل رفع الاسعار وتكمل المسلسل، هافال جوليان اللي المبيعات اصلا في هافال قليله قرروا هم كمان يزودوا زي الناس، عشان جوليان اللي نازله ب 400,000 فئه، الفئه الاولى تبقى ب 410,000، فئه ثانيه 445، فئه ثالثه 470، اعلى فئه ب 495,000 جنيه. اما هافال اتش 6 الفئه الاولى 505، 535، 555، اعلى فئه ب 595,000 جنيه. اما سكودا اوكتافيا اي 8 بتبدا من 460,000 جنيه واعلى فئه ب 520,000 جنيه. اما سكودا كودياك اللي وصلت لاسعار خياليه، الفئه الديناميك عامله 800,000 واعلى فئه عامله 1,050,000 جنيه، وبتتباع عليها اوفر برايس يجي 300,000 جنيه كمان.
ستروين العربيات اللي جايه فيها فئه اقتصاديه وهي الستروين سي ال زي وصلت للفئه الاولى اللي 289,000 واعلى فئه ل 323,000 جنيه. اما السي 3 345 و395. السي 3 بقى الفيس ليفت الجديده 406 900 و446 900. اما السي 4 الجديده 498 503 548 553. اعلى حاجه السي 5 2022 549 619 واعلى فئه ب 670,000 جنيه. هيونداي بقى وهي الاهم والاكثر مبيعات في مصر رفعت الاسعار عشان هيونداي كريدا اللي محدش بيشتريها اساسا 455 واعلى فئه ب 520,000 جنيه. الانترا اتش دي العربيه الاقتصاديه في المبيعات 319 900 و343,000 جنيه 900. اكسنت ار بي 290,000 و326,000 جنيه. توسان النيو الجديده 575 605 735,000 جنيه اعلى فئه. اي 20 360 و400,000. اي 10 الجديده اللي لسه نازله 275 و285. اما هيونداي بايون برده مبيعاتها قليله وبرده بتغلي الاسعار بتوصل ل 20,000 جنيه. بايون فئه اولى 390 415 455,000 جنيه. اما الجيتور بالعربيتين الاكس 70 والاكس 95 قررت هي كمان ترفع الاسعار. جيتور اكس 70 الفئه الاولى وصلت ل 309,800 والفئه العاليه ب 359,800. اما الاكس 95 الفئه الاولى ب 414,900 واعلى فئه وصلت ل 469,900. اما اوبل كمان رفعت الاسعار. اوبل جراند لاند فئه الاولى 569,990 والاعلى فئه ب 600,000 جنيه. كروس لاند ب 409,000 و440,000 جنيه. اوبل كورسا 395 و415,000 جنيه. اما اخيرا واحدث حاجه نازله اوبل موكا فئه الاولى 494,900 و500,000 جنيه والعربيه اساسا مش متاحه وما عليهاش حجز. واخيرا سيات هي كمان رفعت الاسعار عشان اتيكات 580 و650 و720,000 جنيه والتراكو 830 و845,000 جنيه. سيات ليون 555,000 جنيه. سيات ايبيزا 395 و435,000 جنيه. ارونا 445 و480,000 جنيه. واخر حاجه سيات كوبرا 825,000 جنيه. اما دي كل الاسعار اللي زادت وللاسف كل العربيات سعرها اصبح عالي واللي بيكلمنا عشان ارشح له عربيه للاسف ما بقدرش اقول له يركب ايه لان كل الاسعار زادت. فاللي يلحق يجيب حاجه مستعمله تكون حالتها كويسه يجيب واللي معاه عربيه يحتفظ بيها ما يبيعهاش وان شاء الله هنعمل فيديو جاي عن اللي معاه عربيه يعمل بيها ايه واللي ما هيشتري كان ناوي يجيب ايه وايه البدائل. كل ده في الفيديو الجاي. ده كان فيديو سريع ضامن كل اسعار العربيات الفتره اللي فاتت. جمعنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.